أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الخميس 17 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الحوت عاطفيا: للأعزب، وسع علاقاتك الاجتماعية وربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي. لقد انتهى وقت الكسل والتردد. بالنسبة للمرتبط، تشير التوقعات اليوم: حاول تجاوز المعاكسات مع الشريك اليوم ولا تكن مزاجيا في بعض الأوقات. مهنيا، القمر في برجك ما يستدعي الحيطة والحذر والإصغاء إلى الآخرين، وقد تحصل على عائدات اليوم. تتمتع بالقوة والذكاء ولا تدع أمور تافهة تقف في طريقك. صحيا، أبعد كل ما تشك بأنه ممرض، وخصوصا المأكولات التي تسببت لك سابقا مشكلة صحية. حاول أن تمتنع بالطبيعة أكثر وابحث عن أماكن هادئة لتمضي بعض الوقت اليوم. توقعات برج الحوت للرجل: عليك معرفة ما هي مكامن قوتك لتبرز. تجنب التطرف، فقط تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين بعض المصالح تحيط بك هالة براقة يحسدك عليها الآخرون. فحاول إبراز كامل مهاراتك، لأن الأضواء كلها موجهة إليك وتسعدك المحبة ممن حولك. اجتهد وأعمل بجد وكن أكثر تفاؤلا وستحقق الإنجازات. توقعات برج الحوت للمرأة: العزم نصف النجاح. لا أحد يقفز في بداية طريقه إلى النجاح. الجميع يبدأون بخطوات صغيرة ثم تتسع بعد ذلك. المهم هو أن تأخذ لنفسك خطوات تعيشين وتسرين نحو تحقيقها. صحيا، لا تكسري من تناول الأطعمة مساء، بل تناول الكميات الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية. مؤشرات برج الحوت ليوم الخميس: الطاقة 90%، العاطفة 85%، النجاح 70%، الصحة 90%. أرقام الحظ لبرج الحوت ليوم الخميس: 17 96 51 36. توافق برج الحوت ليوم الخميس: في الحب مع العذراء، في الصداقة مع الدلو، في العمل مع العقرب. الكوكب نبتون العنصر مائي.